اوكي تمام. طيب ماشي. نستمر هسه. احنا عندنا الريبورت. بصراحه احنا هذا الكورس ما راح نركز على الريبورت، بس هذا الريبورت يعني انا لازم يعني انه اسوي له شير وياكم، لانه هو بالعاده الداتا ساينتست يسوون ببليكيشن للريبورت في اغلب الاحيان، او يهيئ هذا الريبورت حتى يسوي له سبمشن. طبعا هذا الريبورت الجماعه اللي دارسين ماستر او دارسين دكتوره اتوقع هم كلش يعني فاميليار، او حتى اللي مسوين البروجكت مال الصف الرابع مال التخرج. يعني بالعاده شلون هو طبعا مثل البيبر، يعني ستراكشر شلون ستراكشر البيبر، بس على شكل ريبورت راح يكون هم بالعاده. واحيانا ينشروه، احيانا ينشر في مجلات، خصوصا اذا كانت مثلا مشاريع انه يريدون يسوون كولابوريشن بالمستقبل ويا غير شركات او ويا غير مثلا ويا جهات، فينشر كنتائج. فعندنا هي هاي اللي هي الكومبوننتس مال هو هذا الريبورت. بالعاده الكفر بيج هو راح يكون الاسم المشروع، راح يكون الاسامي الاشخاص اللي اشتغلوا به، شنو المهنه مالتهم، الكونتاكتس يعني كايميلز او بالعاده ايميلز، وراح يكون هو التاريخ الريبورت. وراها راح تجي هذا التيبل اللي هو التيبل اوف تيبل مال يعني ليست مال التيبلز اللي موجوده، كل الجداول وكل الصور. وايضا راح يكون شلون الفهرست بالضبط، الفهرست لكل التايتلز اللي موجوده بالريبورت. الانترودكشن بالعاده الانترودكشن يعني تنكتب الانترودكشن هاي، طبعا حتى مجال اكاديمي تعلمنا الانترودكشن اللي قد تكون 4 باراجراف او 3 باراجراف. بالعاده 4 باراجراف طبعا هي الافضل، انه يكون الباراجراف الاول هو حكي عن الموضوع بشكل جنرال، الباراجراف الثاني هو راح يكون الناس اللي اشتغلوا بنفس الموضوع سووا سو فار، الباراجراف الثالث اللي هو راح يكون يعني هو راح يكون هيك شرح مبسط عن البروبلم ستيتمنت، عن المشكله اللي هي راح يتم حلها بهذا الريبورت اللي نسويه. والجزء الاخير اللي هو احيانا قد يكون هو مثلا شرح مبسط عن الاشياء اللي توصلوا لها او الكونتريبيوشن اللي طلعت من خلال هذا الريبورت، او الاسئله وحلولها اللي هي ناقشها الريبورت. هاي بالعاده انه يكون الانترودكشن هي عباره عن يعني ماكسيمم 2 بيجز. اوكي. الميثودولوجي يعني هي نظريه العمل او طريقه العمل. طبعا الميثودولوجي المأخوذ عنها اللي هي انه مثلا الخوارزميه المستخدمه، النتائج اللي طلعوها، بينما الميثودولوجي هي تعتبر شلون الشخص اشتغل على المشروع كاملا، يعني شلون اجى جمع الداتا وشلون اجى اشتغل على الداتا وش استخدم وش حلل وش طلعت نتائج وش فسرها، عباره عن يعني الشغل من البداية للنهاية. هو مو عبارة عن النظرية المستخدمة لحل مشكلة الديتا أو الخوارزمية المستخدمة على الديتا أو النتائج اللي طلعت، لا هي عبارة عن كل شيء. ولذلك نبديها احنا بالكولكشن مال الديتا والمثود اللي مستخدمة على مود تنحل المشاكل، وأكيد آخر جزء من الميثودولوجي هو راح يكون أجوبة مال الأسئلة اللي هي كانت بالباراجراف الأخير من الانترودكشن. أنا عيد فقرت الميثودولوجي، فقرت الميثودولوجي هي لازم يتم كتابة أنه الشخص شلون اشتغل على المشروع، شلون بدأ بالمشروع وشلون انتهى من المشروع. هي مو عملية كتابة الخوارزمية المستخدمة والنتائج اللي طلعتها الخوارزمية. المأخوذ عن الميثودولوجي أنه واحد استخدم نظرية، وش طلعت النظرية وشون هالنتائج، والنتائج زينة والنتائج تحسنت وهكذا. بينما الميثودولوجي هي عبارة عن أنه لازم يعني هو الباحث أو حتى الديتا ساينتست لازم يذكر أنه هو شون اشتغل، شون بدأ بالمشروع. طبعا بالمناسبة الميثودولوجي احنا راح نناقشها عند تشابتر 3. عندنا احنا الآن نسميها ديتا ساينس ميثودولوجي، عندنا 10 ستيجز راح نتبعها، راح نمشي عليها. طب هاي التين ستيجز راح يعني هي راح تكون شلون
الاداء اللي راح نستخدمها بكل البروجكتس اللي راح نشتغل عليها. وطبعا هي راح تكون همنا ايضا لكم، راح تكون عباره عن يعني مفهوم كامل للي راح يشتغل باكر عقبه كديتا ساينتست، او اللي مثلا الشخص اللي يقدر يستخدمها مثلا حتى اذا دا يكمل ماستر دا يكمل دكتوراه. اذا مثلا انت يجوز راح يصير عندك اهتمام تسوي ماستر اوف ديتا ساينس، تقدر ايضا تتبعها. هي طريقه طبعا مستخدمه بالاندستري، طريقه مستخدمه ايضا بالاكاديمي. اوكي الريزلت، طبعا الريزلت عمليه شرح عمليه الاظهار، الريزلت لازم يكون بيها داتا فيجواليزيشن، هذا اللي حكينا عليه. داتا فيجواليزيشن اللي هو قدر الامكان يكون اكو رسومات واكو فلو تشارتس واكو احصائيات عباره عن موضحه بارقام على 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 الاكس اكسس والواي اكسس، والنتائج هي اصلا راح تطلع الكونتريبيوشن اللي هو شنو اللي مثلا هذا الريبورت ضافه ومو موجود بقيه الريبورتس، او افضل من الناس اللي اشتغلوا قبله. وراها الدسكشن، الدسكشن اللي هو الاجيومنت، احنا ممكن لازم الداتا ساينس يكون اجيومنتاتيف. الدسكشن انه هو شلون طلعت هاي النتائج وليش طلعت هاي النتائج وشلون الريبورت يعني شلون الطريقه اللي مستخدمه بهذا البروجكت حسنت النتائج وهكذا. وبالاخير هو اللي حيكون الكونكلوجن. الكونكلوجن بالعاده هي انه التركيز على الكونتريبيوشن، التركيز على الشغلات الجديده اللي سواها الريبورت. واحيانا هم الديتا ساينتست مثلا اذا هو يسوي مثلا مشروع خاص به، او مثلا هو يريد يستخدم هذا الريبورت حتى يقدم على شغل، يعرض انه مثلا فيوتشر بلان، شنو الفيوتشر بلان الموجوده، شنو مثلا الخطه بالمستقبل، شلون الواحد يقدر يحسن النتائج بعد اكثر، شلون مثلا يغير مثلا يستخدم غير الجوريثم حتى يحسن النتائج، يشتغل على مثلا داتا اكبر وهكذا. والجزء الاخير اللي هو قد يكون الاكنولجمنت، اللي هي يعني تو اكنولج الناس اللي ساعدت، اللي هم يعني شلون شكر لهم، والريفرنسز هاي كل المراجع، والابندنسيز اللي هي مثلا بالعاده اكو مثلا نتائج جداول احصائيات ما نخليها بالريبورت، لانه اذا نخليها بالريبورت الريبورت راح يكون كلش كبير، يعني عدد الصفحات راح يكون هوايه، فنخلي الابندكس نخليها بالاخير للناس اللي مهتمين يقدر يشوف مثلا الارقام والاحصائيات وال 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 والامور اللي ما لها داعي انه تكون بالمين ريبورت، نقدر نخليها بس ك يعني اتاتش ويا الريبورت. تمام. طيب هذا الفيديو راح يطلع لك انه شنو الديتا ساينتست شو يسوون. احنا حكينا طبعا احنا محتاجين داتا ساينتست بكل مجال صح، وكل تخصص اكو داتا ساينتست، وكل داتا ساينتست شغله يختلف عن شغل الداتا ساينس الاخر. هذا الفيديو راح اشوفك انه شلون هذول الاشخاص من عده اختصاصات، وراح اشوف انه شلون يشتغل على المشكله. طبعا كل شخص يعني مثلا يعني توصل مرحله مثلا هو داتا ساينتست بهذا المجال وانذر داتا ساينتست، بس الاشياء اللي يسويها داتا ساينتست اي توتالي ديفرنت من الاشياء اللي يسويها Data Scientist B، بحكم الاختصاص، بحكم الداتا، بحكم الـ Requirements. I've built a recommendation engine before as part of a large organization and worked through all types of engineers and accounted for different parts of the problem. It's one of the ones I'm most happy with because ultimately I came up with a very simple solution that was easy to understand from all levels, from the executives to the engineers and developers. Ultimately, it was just as efficient as something really complex that I could have spent a lot more time on. Back in university, we have a problem that we wanted to predict algae blooms. This algae blooms could cause a rise in toxicity of the water, and it could cause problems to the water treatment company. We couldn't like predict with our chemical engineering background, so we use artificial neural networks to predict when these blooms reoccur, so the water treatment companies could better handle this problem. In Toronto, the public transit is operated by Toronto Transit Commission. We call them TTC. It's one of the largest transit authorities in the region in North America. And one day they contacted me and said, we have a problem. And I said, okay, what's the problem? I said, well, we have complaints data
And we would like to analyze it, and we need your help. I said, fine, I'll be very happy to help. So I said, how many complaints do you have? They said, a few. I said, how many? Maybe 500,000. I said, well, let's start working with it. So I got the data, and I started analyzing it. So basically, they have done a great job of keeping the data, in some data in tabular format, other was unstructured data. And in that case, tabular data was when the complaint arrived, who received it, what was the type of the complaint, was it resolved, whose fault was it. And the unstructured part of it was the exchange of emails and faxes. So imagine looking at how, 500,000 exchanges of emails and trying to get some answer from it. So I started working with it, and the first thing I wanted to know is, why would people complain, and is there a pattern? Are there some days where there are more complaints than others? And I looked at the data, and I analyzed it in all different formats, and I couldn't find what the impetus for complaints being higher on a certain day and lower on others. And it continued for maybe a month or so, and then one day I was getting off the bus in Toronto, And I was still thinking about it, and I stepped out without looking at on the ground, and I stepped into a puddle of water, and now I was sort of ankle deep into water, and it was just 1 foot wet and the other dry, and I was extremely annoyed. And I was walking back, and then it hit me, and I said, well, wait a second. Today it rained unexpectedly, and I wasn't prepared for it. That's why I'm wet, and I wasn't looking for it. What if there is a relationship between extreme weather and the type of complaints TTC receives? So I went to the Environment Canada's website, and I got data on rain and precipitation, wind and the like. And there I found something very interesting. The 10 most excessive days for complaints, the 10 days where people complained the most, were the days when the weather was bad. It was unexpected rain, an extreme drop in temperature, too much snow, very windy day. So I went back to the TTC's executives, and I said, I've got good news and bad news. So good news is I know why people would complain excessively on certain days. I know the reason for it. The bad news is there's nothing you can do about it. Okay, تمام. شو لاحظت بالفيديو انه كل شخص يشتغل على مشكله تختلف عن الشخص الاخر، وكل شخص يحاول انه يحل المشكله باستخدام كل التكنولوجيز اللي هي موجوده موجوده يعني بالاختصاص. وايضا شفت الشخص الاخير اللي هو دكتور، يعني شوف يعني مثلا شقد يعني فتره طول على يشتغل على الداتا، والاخر لقى شنو المشكله. بس يعني الباد نيوز كانت انه there is no way to have a solution. اوكي okay. طيب to move forward، اكو articles. طبعا هاي الارتيكلز هي بوكيت سوت ضجه، الارتيكلز موجوده هسه ارسل لكم اياها، بس يعني احنا نحاول نختصر الوقت. خلي ارسلها قبل لا انسى. طبعا ارسلت على التليجرام البرنت سكرين. طبعا البرنت سكرين انا ما اخذتها يوم 21 يوم يا 21 جانيوري 2021، يعني 21/1/2021 اللي هي مال وزارة الدفاع السنغافوري. ارسل لكم الارتيكل يعني اللي يحب يقراها بعدين، بس احنا راح نشرحها هسه. راح أرسلها على التليجرام حتى أيضا تكون هم يعني كل الديتا اللي إحنا يعني بدنا نشتغل عليها، يعني كل الماتيريالز تكون موجودة بالتليجرام دائما. ديسمبر 2015 تاريخ هاي الارتيكل، يعني تقريبا ايش قد خلينا نقول تقريبا قبل 7 سنوات. اوكي اللي هي هاي. اوكي طبعا بهاي الارتيكل يقول انه الداتا ساينس هو يعتبر او يعني يعتبر the sexiest job of 21st century، القرن 21. يعني شلون هو كلش عمل يعني the sexiest job، انه هو يعني مو عمل رومانسي، بس هو عمل يعني كلش عليه ديماند عالي، والناس كلش تتونس بهذا العمل.
فقاموا يسموه هو the sexiest job. طبعا هو ليش يسموه the sexiest job؟ لأنه بذاك الوقت كان يسموه هو the skill worker job. يعني شون مو يعني عمل مو تحصله عن طريق دراسة. يعني مثلا هسه الناس اللي مثلا تشتغل مثلا المهندسين اللي يشتغل بالسايت، يعني قد يكون هو civil engineering، قد يكون هو mechanical engineering. مثلا الناس اللي تشتغل بالمجال الاي تي لازم هو خريج اي تي او كمبيوتر ساينس. المبرمجين قد يكون هو خريج software engineering وهكذا على ما يتقدم على شغل. والشركات ايضا الشركات او الدوائر الحكوميه يعني من تعينت تعين الناس هذول اللي خريجين من هذا الموضوع. اوكي، ما راح تعين مثلا واحد يشتغل مثلا civil engineer وهو مدارس civil engineering، صح؟ بينما data scientist بذاك الوقت ولو بعد لحد الآن، بس على أسرح نقارن، يعتبرون السكسيست جوب لأنه هو كان معروض للأشخاص اللي هو ماكو داعي، اللي هي أصلا كانت طبعا ذاك الوقت قبل 5-6 سنين ما كان أكو أصلا يعني دراسة الديتا ساينس، يعني as a PhD as a bachelor يعني بكالوريوس أو ماستر أو حتى PhD. فكانوا الناس مجرد انه المهتم مجرد انه يطور نفسه، يعني سيلف ليرنينج، يطور نفسه باستخدام الالجوريثم، يطور نفسه على الداتا اللي موجوده يتعلم من عندها، يحاول يطلع من عندها انسايت، يثبت انه هو يقدر يستخدم التولز اللي موجوده على ما يشتغل على الداتا، ويحصل على جوب، على فرصه عمل اللي هي تعتبر الهايست بايد جوب. يعني هو راح يحصل على اعلى سالري موجود بسوق العمل، اوكي، وبنفس الوقت هو راح يكون دائما اون هاي ديماند. يعني هو دائما راح يكون هو دائما مرغوب بسوق العمل، يعني جوب رقم واحد بالعالم بالديماند بالرغبه، والجوب هو راح يكون الدفع مالته سالري هو يعتبر رقم واحد. يعني هو اصلا راتب الديتا ساينتست اعلى من راتب الديفلوبر. الديفلوبر اللي هو يقضي مثلا 6-7 سنين يشتغل بالكودينج الى ان يوصل مرحله الديفلوبر، وراتبه اقل من الديتا ساينتست اللي هو يقدر بسنه يحصل از ديتا ساينتست، انه بس يطور نفسه. يعني مثلا حضراتكم ورا هذا الكورس، طبعا اني ورا هذا الكورس راح اعطيك الطريقه اللي تمشي به شلون تطور مالتك السكيلز. يعني ورا هذا الكورس اذا انت مثلا طورت السكيلز مالتك واشتغلت على نفسك وتعلمت اكثر من الديتا اللي موجوده، فخلينا نقول فد شهرين الى 4 شهور، انا متاكد انه راح تكون كلش منافس قوي بسوق العمل، او راح تبدي تسوي مثلا فريلانس، او تبدي مثلا تسوي شركتك المصغره وتبدي تشتغل على الداتا، يجوز حتى تحصل مثلا شغل اونلاين. هسه كل شويه شركات قامت تعين ريموتلي، اوكي، والديماند موجود، الديماند كلش عالي وموجود. ف ولذلك كانوا يسموها السكسيست جوب اوف ذا 21st century، انه انت ما تحتاج تكون خريج داتا ساينس، محتاج انه بس تاخذ وقت تحسن مهاراتك، تحصل جوب هو highest paid salary، وتحصل جوب هو كلش هون high demand. هاي طبعا بذاك الوقت الى حد الان. شويه حاليا اكو كلش هوايه صارت جامعات بالميدل ايست. انا سويت ريسيرش، يعني طلعت هسه اشوفكم اياها، بس اصبحت يعني جامعات قامت تعرض هذا الموضوع as a disciplinary study. اوكي، disciplinary study يعني شنو؟ يعني معناها تحصل بكالوريوس مثلا بالديتا ساينس، او تحصل ماستر اوف داتا ساينس، او بي اتش دي ان داتا ساينس. اصبحت هسه حتى فاكولتي او ديبارتمنت اسمها داتا ساينس. طبعا هسه ايضا عندهم داتا اناليتكس، يعني حتى هنا ماليزيا وسنغافوره ايضا عندهم اكو ديبارتمنت اوف داتا اناليتكس، صارت مو بس داتا ساينس. هسه راح يفتحون ماشين ليرنينج. يعني احنا مثلا شلون عندنا مثلا بالكمبيوتر ساينس عندنا ارتفيشال انتليجنس، عندنا نتوركينج، عندنا مالتي ميديا، عندنا قبل كان اكو داتا مايننج. هسه اصبحت مثلا الفاكولتي اوف كمبيوتر ساينس احتمال يكون بها ديبارتمنت داتا ساينس، ديبارتمنت داتا اناليتكس. ليش؟ لانه سوق العمل محتاج، سوق العمل محتاج ناس بهذا الموضوع. alright، محتاج الى ناس هم يعني يعرفون شلون يشتغلون على الداتا. اوكي، ولذلك صار قامت هسه الشركات حاليا من تريد تعين شخص مثلا as data analyst، data scientist، او مثلا كل اي شخص يشتغل على الداتا، قامت تطلب انه مثلا هو خريج الداتا ساينس. طبعا هذا سبب انه الجامعات، طبعا هي الجامعات، يعني مع احترامي انا قبل احضر لك على الجامعات، بس هاي ترى على الكل مو بالجامعات بالعراق،
الجامعات لأنه شافت أنه السوق محتاج والجامعات اللي الطلاب يسجلون طبعا خصوصا الجامعات الأهلية والبرايفت طبعا البرايفت سيكتور هنا بآسيا يعني في البزنس رهيب الجامعات يعني البرايفت يونيفرسيتيز قامت تعرض هذا الكمبيوتر عفوا الداتا ساينس أو الداتا أناليتكس أو حتى المشين ليرنينج لأنه الطالب راح يجي لأنه يشوف أنه سوق العمل محتاجه وقامت تعرض المواد والمواد يعني مسوي عليها ريسيرش هنا بالبلد اللي انا بيه يعني هم من الثيوري احنا نعيد ونسق اليابا هذا الموضوع ترى احنا محتاجين البراكتس يابا سوق العمل محتاجهم يابا ركزوا على البراكتس بس يابا تدري الجانب الاكاديمي دائما نقضيها ثيوري من الصبح لليل وننام ونقعد احنا بالثيوري والثيوري هي اصلا عمرها ب 30 40 سنه وتالي هالكود ويجي بسطر واحد يطير ابو الثيوري ويحل الموضوع كله واحنا قضينا يمكن شهرين ثلاثه بالثيوري هاي طبعا اذا عندنا هنا اساتذه وعندنا هنا رؤساء اقسام وهذه هسه كلها زعله ثاني اسف بس هي هاي الحقائق فعلى العموم حاليا اصبح انه اكو توجه للشركات طبعا الشركات اللي مثلا متوجهه هذا التوجه صراحه ايضا تلاقيه هو ايضا الاويرنس مالته مال هذا الموضوع ضعيف فيقول لك اوكي انا عين واحد انا اريد هم خريج داتا ساينس انا اريد مثلا داتا انالست داتا ساينتست داتا ما اعرف ايش انا هم اريد اريد خريج ايش اسمه داتا ساينس او خريج الداتا اناليتكس او فيعني قد يكون ايضا هذا هم توجه انه مثلا الاخوان بالعراق انه اعتقد هي يعني رايت تايم انه الجامعات ايضا تتوجه ويعني تفتح هاي الاقسام يعني انه يا ريت انه يكون التركيز هو تركيز مثلا تركيز عملي اكثر من تركيز نظري هذا راح طبعا راح يوفر يعني راح يسد سوق العمل انه اصلا يعني مستقبلا سوق العمل راح يحتاج هذول الناس كلش هوايه من الدول هسه مثلا هي تعين هم كلهم يعني فورنر لانه هو مثلا اللوكال اللي عند الناس اللي مثلا اهل البلد ما عنده كفايه من الديتا ساينتست فيبدي يعين ناس من الخارج بسنه 2018 انا قرات ارتكل على الديتا ساينتست الارتكل هاي نشرتها بوقتها امازون طبعا امازون كانت بدايه 2018 كانت تريد توصل الى انه تعين مليون موظف هم كانوا واصلين 500 وشويه اعتقد بذاك الوقت امازون بالهاي الارتكل قالت بسنة 2025 إذا هم عينوا كل الديتا ساينتس الموجودين بالعالم مو بأمريكا لا الديتا ساينتس اللي هم الورد وايد إذا عينتهم كلهم على يشتغلون الأمازون بس أمازون راح تبقى محتاجة إلى أكثر عدد من الديتا ساينتس هاي طبعاً هاي حكي بال 2018 والستاتستيك مال 2018 يعني ما اعرف شنو هسه اللي الديماند وهاي بس شركه امازون يعني وات اباوت اذر كومبانيز فيعني اتوقع يعني توجه صحيح انه واحد يكون بهذا الموضوع ما اعتقد بالعراق الجامعات تركز على الجانب على تركز بالجانب العملي والله يا بصراحه ست نجلاء بصراحة سيد نجلاء هو ترى الجامعات بالعالم كلها هي هاي اللي يعني هاي مشكلتها الأزلية يعني وترى مو بس بالعراق وهي يعني هو لازم أقوي يصير يعني هي الأشخاص يجون مثلا يحفزون ويحجون يسوون awareness احنا هنا أكو كلش خاصة بالدول الآسيوية أكو كلش توجه على MBA Master of Business Administration اللي هو عبارة عن ماستر واحد يقدر يحصله بسنة وشهرين وهو طبعا هو كله assignment based يعني حتى ماكو امتحانات بال 2020 نهايتها وين الناس اللي كنت اشتغل وياهم هي هبين الجامعة هنا بس احنا كنا نسوي بس training مشهورين كانوا بالMBA فقلت لهم شنو رأيكم أسوي لكم أيضا Master of Data Science وراح يكون هي همنا بسنة وشهرين وهذا راح يكون يعني على صعيد الدولة هنا راح يعني راح يشتغل صح لأنه الديماند كلش عالي كانت هي أصلا الحكومة بوقتها هنا علنت قالت إنه إحنا خلال سنتين محتاجين إلى 20,000 Data Scientist والموجودين حاليا 600 Data Scientist فقط وكل وأغلب هذول الـ 600 هم Foreigner
يا اما جايين يا اما من الهند ولا من باكستان. فقلت لهم يعني هذا فشيء جيد، وهذا يعني همنا فرصة الجامعة وهمنا احنا نسد سوق العمل. فسويت ال الماستر، يعني هو صح ماستر، بس يعني داتا ساينتست، يعني غير تركيز عملي، بجانب جانب ثيوري بس اغلبه جانب عملي. فالوزارة رفضت، يعني وزارة شلون احنا نقول وزارة التعليم العالي رفضت الوزارة، قالت هذا ما مطابق للشروط اللي احنا عندنا موجودة للماستر، لأنه بكل شفاية براكتس ما بي ثيوري. فيعني هاي مشكلة الجامعات، يعني وين ما واحد يروح أنه هذا الجانب الأكاديمي. ولذلك يعني أغلب اللي يتخرج ينصدم أنه سوق العمل مثلا ما يلقي شغل، أو مثلا ورا ما يخلص البكالوريوس يروح يأخذ الدورة عن مجد يتعلم بيها أنا مجد يلقي شغل. جان كان واحد خلص سادس وأخذ الدورة ولقي شغل وفضلت راحت هاي الأربع سنين مال البكالوريوس، ووفرنا وقت ووفرنا فلوس وجهد. على العموم الله كريم إن شاء الله خير. طيب نرجع لموضوعنا. هاي الارتيكل وهذا الـ اللي قلنا عليه هو موضوع أنه ليش هو يعتبر sexy job of 21st century. أوكي، هاي الارتيكل هسه راح أسوي لها شير وياكم، أول هسه راح أفتحها على السايت. هذا طبعا ده تعرض الجوب اللي موجودة هسه حاليا بالميدل إيست، alright، الداتا أناليست والداتا إنجينير. طبعا شوف معدل السالري للداتا أناليست هو 54,000 إلى 91,000، هذا طبعا بالسنة، هذول الفريش. أوكي، الداتا إنجينير هسه راح نحكي عليها. الداتا إنجينير معدل الراتب مالتهم من 81 إلى 114,000 بالسنة. ودي شوف هنا الجروث اللي صاير واللي راح يصير بهذا المجال. طبعا هو الجروث طبعا بادي من الإمارات. أوكي، أو أكو راح يصير بالدول اللي هي إيجيبت موروكو and ألجيريا، راح يصير أكو الانفستمنت راح يكون 5.717 بليون. أوكي، أكو أرتيكل اللوخ يمكن موجودة هنا، لا أعتقد نسيت أسوي الحشر. أكو أرتيكل اللوخ تقول إنه الانفستمنت مال البيج داتا راح يكون بالميدل إيست إلى 2026 راح يوصل إلى 30 بليون US دولار. يعني ترى يعني ميزانية أكثر من دولة بالميدل إيست راح يكون أكو انفستمنت بالبيك داتا. أوكي، خلنا نفتح هذا الارتيكل. خلي أرسل لكم إياها أيضا تقدرون تشوفوها هسه حاليا. إحنا بدنا نسولف ورايت. هي طبعا هي هاي التاريخ مال هاي الارتيكل هي فبراير 2022، يعني خلينا نقول تقريبا قبل سنه، تحشي على الفايف بروفيشنال تك جوبز ان ذا ميدل ايست. اوكي، تحشي هنا على جروث، هذا هسه يعني كنت موضحها بالسلايد. وهاي الفايف الهاي تك هو طبعا الداتا انجينير، داتا انالست، وهذا راتبهم، وهذول الداتا ساينتست اللي هو من 62,000 الى 636,000 بالسنه، يعني تقريبا خلينا نقول 5000 دولار الى تقريبا اكثر من 10000 دولار بالسنه، عفوا بالشهر. alright، واكو ايضا الداتا بروتكشن. طبعا هذول اللي احنا مرات نسميهم بيج داتا اوفيسر، اللي هو هذا شلون يعني كل شغلات البرايفسي والسيكوريتي مال الداتا. الداتا ليد او الداتا اركيتكت، طبعا الداتا ليد او الداتا اركيتكت هو اللي
هو اللي يصمم الانفراستراكشر مال انه شلون تنحفظ الداتا. Alright. فهاي الفايف هاي تك، وهي ايضا كلها شوفها هي بالديتا. الديتا انجينير قبل شويه قلنا راح نسولف بيها، الديتا انجينير والديتا ساينتست. الديتا انجينير هو يجي قبل الديتا ساينتست. الديتا انجينير ايش راح يسوي؟ راح يهتم انه شلون يجيب الديتا من السورس مالتها. يعني مثلا خلينا نقول هسه مثلا انا بصراحه يعني ما عندي علم بالمواقع البيع الاونلاين مال العراق، بس خلينا نقول مثلا امازون هو يعتبر مو اي كوميرس سايت. كل الديتا مال امازون هي منين تجيب؟ من الويب سايت. الديتا انجينير هو راح يتحكم او راح يبني فد منظومه انه تتحكم بالديتا الموجوده على الويب سايت، شلون يسوي لها داونلود، شلون يخزنها بطرق بحيث انه يقدر يطلع من عندها ديتا صحيحه. اوكي، وهاي الديتا يحاول انه يلاقي لها في الطريقه انه تكون ستراكتشرد، تكون انتو روز اند كولومز. اوكي، من تكون الديتا انتو روز اند كولومز يجي الديتا ساينتست ياخذها يبدي يشتغل عليها. Alright. So, ولذلك احنا نقول الديتا انجينير always behind the scene، يعني هو ما معروف. الديتا انجينير دائما انه يكون هو بالكواليس شغله. اوكي، الديتا ساينتست هو يجي يسوي كل شيء. الديتا ساينتست يبدي يحلل، يبدي يبسط الديتا، يبدي يحل مشاكلها، يبدي يطلع انسايت، يبدي هاي الانسايت يحولها الى حلول وهكذا. اوكي، طبعا الديتا انجينير هو هسه ايضا الديماند زايد عليها. الديتا انالست هو مثل ما قلنا يعتبر بارت اوف ذا داتا ساينتست جوب، وراح احنا طبعا عندنا شابتر كامل راح نحكي على هذا الموضوع، وراح ايضا نسوي براكتس بهذا الموضوع. الديتا ساينتست احنا شرحنا، الديتا بروتكشن قلنا هذول الناس اللي كل شغلات البرايفسي والسيكيورتي مال الديتا، والديتا اركيتكتشر بالعاده يقدرون يشتغلون ويا الديتا انجينير اللي هو مثلا يقدر مثلا يبني منظومه انفراستراكشر او يقدر يستخدم الموجود على الكلاود. طبعا بس هو هذا الراتب الموجود هنا هذول الناس اللي هم المطورين لهاي المنظومات، لانه احنا عندنا الكلاود هسه طبعا هم نشرح عليه، هم اشوفكم يعني احنا ان شاء الله بنهايه الكورس اشوفكم فد مخطط كامل انه شلون واحد يقدر يبدي احنا نسميها داتا انجستشن، انه داتا مثلا جايه من كاميرا شلون ناخذها للداتا ندخلها وراها نسوي لها ستور، وراها نخليها تكون ستراكتشرد، وراها نحللها، وراها نستخدم المشين ليرنينج ونطلع من عندها. طبعا هذا الشيء ممكن انه يكون اوتوميتد، وممكن انه يكون لا يعني مثلا كل شهر نسويها، ويعني يعني هذا الشيء اظن راح يكون يعني للكومبانيز اللي موجوده سواء واحد يقدر يبني لهم انفراستراكشر كامل. Alright. نرجع على السلايد. سوري، اعتقد هاي الارتيكل الثانيه اللي قبل شويه حكيت عليها. اي بس هاي احدث، هي هاي عباره عن من اعتقد من شركه هاي نوفمبر 2022 أحدث شوية. أيضا هنا لاحظون data analyst, data protection,
أو Data Security Manager, Data Engineer, Data Scientist, والData Lead. أوكي, توقع واضحة, تقولون همين هي موجودة, يمكن موجودة بالتليجرام, طالعون عليها later on. طيب ماشي, هذا الفيديو راح يوضح لك بعض ال راح يوضح لك بعض الحلول وبعض المشاكل اللي هي كانت موجودة سابقا وهسه قامت تنحل. وطبعا هو هم نبيه هنت هذا الفيديو انه الامور اللي مثلا الداتا القديمة, احنا مثلا كلش عادي اكو في المفهوم ان يقول لك هاي داتا قديمة صارت امسحها, بينما هي حتى الداتا اللي مثلا قبل 10 سنين او اكثر من 10 سنين هي بيها المعلومات, بيها الفاليو مالتها. فاحنا دائما نقول تجميع الداتا والداتا القديمه ايضا لازم نبقيها ونستخدمها على مود تطلع يعني نتائج افضل ومعلومات ايضا افضل على اللي على البزنس. اوكي, يلا نسوي شير للفيديو ان شاء الله ونكمل. Organizations can leverage the almost unlimited amount of data now available to them in a growing number of ways. However, all organizations ultimately use data science for the same reason, to discover optimum solutions to existing problems. Let's take a look at three examples of data science providing innovative solutions for old problems. In transport, Uber collects real-time user data to discover how many drivers are available, if more are needed, and if they should allow a surge charge to attract more drivers. Uber uses data to put the right number of drivers in the right place at the right time for a cost the rider is willing to pay. In a different transport-related data science effort, the Toronto Transportation Commission has made great strides in solving an old problem with traffic flows, restructuring those flows in and around the city. Using data science tools and analysis, they have gathered data to better understand streetcar operations and identify areas for interventions, analyzed customer complaints data, used probe data to better understand traffic performance on main routes, and created a team to better capitalize on big data for both planning, operations, and evaluation. By focusing on peak hour clearances and identifying the most congested routes, monthly hours lost for commuters due to traffic congestion dropped from 4.75 hours in 2010 to 3 hours in mid-2014. In facing issues in our environment, data science can also play a proactive role. Freshwater lakes supply a variety of human and ecological needs, such as providing drinking water and producing food. But lakes across the world are threatened by increasing incidences of harmful cyanobacterial blooms. There are many projects and studies to solve this long-existing dilemma. In the U.S., a team of scientists from research centers stretching from Maine to South Carolina is developing and deploying high-tech tools to explore cyanobacteria in lakes across the East Coast. The team is using robotic boats, buoys, and camera-equipped drones to measure physical, chemical, and biological data in lakes where cyanobacteria are detected, collecting large volumes of data related to the lakes and the development of the harmful blooms. The project is also building new algorithmic models to assess the findings. The information collected will lead to better predictions of when and where cyanobacterial blooms take place, enabling proactive approaches to protect public health in recreational lakes and in those that supply drinking water. Such interdisciplinary training prepares the next generation of scientists to address societal issues with the proper modernized data science tools. It takes gathering a lot of data, cleaning and preparing it, and then analyzing it to gain the insight needed to develop better solutions for today's enterprises. How do you get a better solution that is efficient? You must identify the problem and establish a clear understanding of it. Gather the data for analysis, identify the right tools to use, and develop a data strategy. Case studies are also helpful in customizing a potential solution. Once these conditions exist and available data is extracted, you can develop a machine learning model.
It will take time for an organization to refine best practices for data strategy using data science, but the benefits are worth it. Okay, all right. So شفتوا هاي المشاكل وحلولها والشركات اللي تستخدمها. طبعا هذا يعني example بسيط. أرسلت أيضا article هسه حاليا هاي اللي قلنا عليها اللي هي رومانيا استخدموا الارتيفيشال انتليجنس بالحكومة, الحكومة الرومانية اللي نطلعون عليها لاحقا. طيب هيك summary بسيط عشان احنا نقدر نقول الداتا ساينس هو the study of large quantities of data which can reveal insights that help organizations make strategic choices. Data science هو أول study على جزء كبير من الداتا أو على الداتا شيء كبيرة, وهاي هاي الستدي إنه راح نطلع من عندها مفاهيم, هاي المفاهيم راح تستخدم إنه تغير تحسن أداء الشركة وتغير تحسن الاستراتيجية مع الشركة واتخاذ القرارات. وإحنا قلنا الداتا ساينس هو بشوية ماث بشوية ساينس وبكلش هواية على الناس اللي هم عندهم فضول إنه يتعلمون من الداتا. وقلنا الأفضل نصيحة اللي هم للناس الجديدين بهذا الموضوع data scientist إنه لازم عنده الفضول إنه يشتغل على الداتا ويطلع من عنده المفاهيم, عنده القدرة إنه يحكم على النتائج, عنده القدرة إنه يوصل المعلومة ويكون عنده يعني argumentative إنه يحاور, أوكي, وعنده القدرة إنه يستخدم كل الداتا فيجواليزيشن, يستخدم كل الجرافيكس, إنه عنده قدرة إنه يسوي البرزنتيشن والكوميونيكيشن سكيل. أوكي, وقلنا إنه ليش إنه consider the sexiest job لأنه هو يعتبر the skill worker job. طبعًا مناسبة هو أكو هواية شركات لحد الآن هم ما يعني هو ما يباوع على الشهادة, يعني مثلا جزء مثلا متخرج مثلا هو رياضيات او متخرج هو مثلا statistics او مثلا متخرج مثلا مهندس يباوع على مات البورتفوليو. لذلك احنا بالبداية قلنا البورتفوليو كلش مهم, وقلنا حتى انت تخلي تفعل البورتفوليو عندك موقع اسمه GitHub, هو ايضا فري, هو يعتبر شون سوشيال ميديا بس اللي هذول مهتمين بمواضيع البرمجة ومواضيع الداتا ساينس ومواضيع الشغل على الداتا وهكذا. طبعا هو ببلاش فري, تقدر تسوي موقع. الحلو بي تقدر تسوي ابلود, تقدر يعني تسوي ريبوزيتوري شلون يعني فولدر او يعني هو مثلا مكان تخلي ماتك بالبروجكتس. تقدر تسوي اكثر من ريبوزيتوري, تقدر تخلي تسوي وحده. الحلو بي تقدر انه تسوي له لينك ويا ريبوزيتوري هي موجوده على اللوكال ماشين على ماتك الديفايس. اوكي, فانت تشتغل على ماتك الديفايس هو اوتوماتيكلي يكون ابلودد, او تقدر تسوي له بوش بعدين انه اوكي انت كملت البروجكت صعده. يعني هو ترى في شيء كلش حلو والمانجمنت مالته كلش حلو وده يتطور وده يتطور هوايه. ف يعني فرصه جيده انه انه تشتغلون عليه. رابط الموقع اذا امكن الجيت هاب. التطور اللي حصل بالذكاء الاصطناعي ما أثرت على وظائف الداتا ساينس؟ ولا مو الداتا ساينس كان ما تطور الذكاء الاصطناعي, هم ترى كلها من وراء سبب الداتا ساينس. فيعني بالعكس هو كل ما يصير تطور أكثر معناها أكو فرص أكثر عمل, وأكو معناها الداتا ساينس دا يتطور. هذا الموقع سأرسله أيضا على التليجرام.
والله تكست مايننج، والتكست مايننج ما اعتقد يعني، بس احنا نقدر ناخذ يعني اذا صار مجال نقدر شويه نشتغل على الان ال بي الناتشرال لانجويج بروسيسنج. بالمناسبة احنا بالعادة يعني انا الكورس هذا لانه احنا ننطي للناس اللي هم مثلا يعني هو لازم، هو جاي مثلا من شركة ولازم يسوي ريبورت ولازم يعني يعرض لأهل يعني جماعة الشركة مالته انه هو اشتغل على assignments وداوم و و و و فاني عندي assignments، بس انا بهذا الكورس سميتها بري assignments. ليش سميتها بري assignment؟ لانه احنا راح نشتغل على assignment يعني مع بعض. يعني هي انا دائما ايضا هذا الشيء اليوم جماعه الاديوكيشن ما راح يخلصون، انه اقول انه احسن من انطي للطالب دائما يعني هوم ورك وما هوم ورك، وهذه انه الواحد يعني يتعلم ويا الطالب ويعلمه ويسوي له براكتس وياه. ف راح نسوي الاسايمنت ايضا توجذر، والاسايمنت اصلا بسيطه يعني، بس هي اهم شيء انه شلون مثلا خلاصه لكل شابتر حتى نشتغل عليها سوا. بس مثلا هنا عندنا هذا هنا الاسئله مثلا نقول الداتا ساينس هذا الفيلد هو اكسبلورينج انالايزنج اند تو انسر كويشن اند تو ميك ريكومنديشن. طبعا هو اكيد هو الداتا ساينس، هو احنا قلنا مفهوم الداتا ساينس هو مو حفظ التعريف الداتا ساينس، هو مفهومه مفهومه انه كل ما يتخلق كل ما يعني يتعلق ب انه واحد يدرس الداتا اكثر، يحول الفاليوز، يبسط الداتا، يحاول يطلع مفاهيم من الداتا، هاي المفاهيم تحل مشاكل، تطلع ريكومنديشنز. فيعني اول واحد يعني يعتبر الجواب مالته ترو. اوكي الثاني the important qualities to possess in order to succeed as data scientist are curious, judgmental, argumentative, proficient in programming, good at math and statistics. احنا قلنا المفاهيم الاربعه اللي هي الفضول للتعلم، اللي هي قدره الحكم على النتائج، الارجمنتاتيف اللي هي الارجمنتاتيف ما تجي اللي هي التحاور، وبالاضافه الى هذه بهذا السؤال انه لازم واحد يكون بروفيشنال بالبرمجه، ولازم يكون كل زين بالرياضيات والاحصاء. طبعا هذا الشيء مو صحيح، ولذلك الجواب مال هذا راح يكون هو فولس، لانه هاي الامور واحد يقدر يطورها وراح يقدر يتعلمها. وايضا حتى لو هو مو كلش قوي بهاي الامور اكو التولز اللي موجوده هسه حاليا واحد يقدر النقاش في النقاش يقدر شكرا جزيلا يقدر يطورها، يقدر يستخدم كل الادوات اللي موجوده. وهي الادوات الموجوده كنا احنا هي مبنيه على هي الكومبلكس ماث والستاتستكس. طيب هاي الجمله طبعا هاي كلش مهمه، لان قبل شوي احنا سولفنا بيها انه يا ستيتمنت هي الاصح، هل هو الداتا ساينس يعتبر ما يعتبر هو منهج دراسي لازم واحد يدرسه حتى يشتغل as a data scientist، والثانية تقول لا هو عبارة عن منهج دراسي واحد لازم يكون عنده مثلا يعني ديجري دراسة قد تكون بكالوريوس أو ماستر بالديتا ساينس حتى يقدر يشتغل as a data scientist. طبعا حتى قبل كم سنة راح نقول انه الأولى هي الصحيحة، هو ما يعتبر دراسة موجودة بالجامعات، ولكن الآن بسبب انه الديماند اللي صار عليها وبسبب انه سوق العمل يحتاجها والجامعات تريد هم يعني تكون دائما up to date كما تتوفر هذا الموضوع. ويعني الشركات ايضا راح تبدي والدوائر الخاصة الحكومية مثلا تقول لك انا اريد اعين الناس اللي هم مثلا متخرجين من الديتا ساينس، انا ما اريد اعين واحد مثلا اوكي عنده خبرة بالديتا ساينس، وهذا الشيء طبعا مو صحيح. وعلى كل ماشي الامور ان شاء الله ماشي. طيب التايتلز طبعا احنا حكينا داتا ساينتست، بس هي انت من تشتغل بهذا الموضوع تشتغل بالديتا عندك قدر تشتغل على داتا مو معناها انت لازم تشتغل از داتا ساينتست، او مثلا من تروح تدور على شغل مو معناها لازم تروح تدور على شغل از داتا ساينتست، خاصه مثلا اذا تدخل على موقع لينكدين. مره اخرى ترى موقع لينكدين مهم جدا، رجاء اللي ما عنده بروفايل على لينكدين سوي بروفايل
أيضا الاشتراك فري هو راح يعتبر أحسن يعني نافذة إلك أنه تدخل بهذا المجال. ف يعني أنا أحب اللينكدين ودائما يعني أطالع على اللينكدين، ولأنه أنا دائما أساعد الناس أنه يحصلون شغل بهذا الموضوع، فلازم أتابع على اللينكدين. فمثلا هسه مؤخرا، ولا هم طبعا دائما أنه يعني ينزلون تايتلز جديدة، مثلا هاي التايتلز اللي موجودة الناس اللي تشتغل على الديتا. احنا قلنا مثلا الديتا انجينير مثلا الشغل يختلف عن الديتا ساينتست، راح يكون بالبداية الديتا اناليست داتا ساينت، طبعا بارت اوف ذا داتا ساينتست. البزنس اناليست هو هم من بارت اوف داتا ساينتست، بس شنو الفرق البزنس اناليست عن الديتا اناليست؟ هسه اشوفك لاحقا ريبورت نزلته مايكروسوفت قبل كم يوم يحكي على الرول مال يعني الرولز اند داتا، شنو فرص العمل الهذول اللي هم سبيسيفيك ان داتا. البزنس وحده من عندهم البزنس اناليست. البزنس اناليست هو هم مثل شغل الداتا اناليست، بس هذا راح يكون كلش متعلق بطبيعه البزنس اللي هو ده يشتغل على مود. يعني هذا يكون يعني مثلا شغله اقل او شغله اكثر متوجه على مثلا البزنس اناليست. مثلا هو مثلا تلاقي مثلا هي في شركه البزنس مالتها كذا، وراح يعينون بزنس اناليست هو يفتهم بهذا البزنس ويسوي اناليسس لهذا البزنس، يقدر يستخدم الاناليسس على مود يحدد البزنس، واغلبها تركيزها على الفيجواليزيشن. داتا ساينتست هذا الشيف اوفيسر، هذا الشيف تكنولوجي اوفيسر. اوكي، هذا طبعا بالمناسبه يعني انا بوقت حتى من قريته الجوب ديسكريبشن، المطلب عباره عن شخص هو راح يعني شلون السكيورتي مال الداتا، بس هم مسميه تكنولوجي اوفيسر، مو كلش ريليتد. بس هي هاي الشركات هم يعني دائما تحاول تكون انه هيجي كرييتيف بالجوب تايتل، بس هي يعني تشوف انه المطالب هي قد تكون نفس المطالب. الداتا اناليتكس مانجر قد يكون هذا السينيور مال داتا اناليست. بزنس اناليست مانجر هذا السينيور راح يكون مال البزنس اناليست. اوكي، الداتا انوفيشن مانجر، طبعا داتا انوفيشن صراحه إذا نحكي على مالت يعني الحقيقة مالتها يعني هي كجوب راح يكون يختلف عن اللي احنا نسولف به. بس أيضا أنا هم من شفتها داتا انوفيشن هذا شخص اللي يجي يسوي كل أمور الستركتشر وأمور البناء، لأنه الداتا هي شلون راح تتحول إلى ستركتشر وهكذا، وكلها هدوب وهج بيز وهايف وسبارك. ماشين ليرنينج ساينتست هذا هو أيضا يشتغل أندر الداتا ساينتست. طبعا هسه راح نشوف عندنا احنا شابتر كامل على الماشين ليرنينج، وعندنا ايضا ستيج كامل قبل داتا ساينس ميثودولوجي بشابتر 3 هو احنا نسميه الموديلنج، اللي هم الماشين ليرنينج اكسبرت يشتغلون به. البزنس بروسيس انجينير هذا هم من ريليتد تو داتا لقيته. الداتا رانجولر مونجرر والماينر هذا اللي هم بارت اوف ذا داتا اناليست. طبعا الديتا رانجولر شغلهم كلش حلو، وشغلهم كله انه هو شلون عنده الديتا ويبدي يبسطها ويحولها. اوكي، عنده ديتا وعنده كولومز، والكولومز هاي عباره عن ارقام او مثلا بيها كلها عباره عن كاتيجوريز يعني letters، او عنده مثلا الديتا تايم، يبدي شلون انه يبسطها ويحولها ويهيئها ويخليها تكون بابسط صوره على مود وراها تدخل از انبوت للماشين ليرنينج الجوريثم. طبعا هذا الشيء احنا هم راح نسوي له براكتس لاحقا. بزنس انتليجنس مانجر هذا يعني هو البزنس انالست، ماكو فرق بيناتهم غير بس هاي ثلاث حروف، هاي ثلاث كلمات، هاي كلمتين. اوكي، الاناليتكس اند هذا الريبورتنج مانجر هذا هم يشتغل وياهم. والديسيجن اناليتكس مانجر يعني هذا مثلا هذا مثلا الداتا واصله مثلا المراحل من النتائج، راح يبدي يطلع مثلا يسوي فاينل ديسيشن على النتائج اللي موجوده. اوكي، طبعا هاي الموجوده هسه حاليا على لينكد ان، او حتى يعني قسم من مواقع العمل. طبعا بالمستقبل طبعا اكيد راح يطلع يعني اكثر، ويعتمد على يعني الحاجه لها. فيعني تقدر تبدي تدور عليها، تقدر تسوي سيرش، تقدر تشوف ايش دي يصير، شنو الريكويرمنتس، وشويه شويه. طيب احنا قبل شويه حكينا، انا طبعا اعتقد هذا السلايد حتى بوقتها عرضته بالاي تي لايف، من شاركت بالاي تي لايف.
حكينا على الجوب بالميدل ايست صح. هسه طبعا بالمناسبه هو يعني اغلب الجوب اللي موجود هسه حاليا بالميدل ايست بهذا المجال هو بالامارات. اورايت وطبعا يعني للعلم يعني انا اعيد واكرر ترى هو موضوع جديد. هو طبعا مو لانه مثلا الدوله مثلا متاخره او الدوله مثلا بسبب مثلا الحكومه او 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 ترى هو بالعالم كلها هو هذا الموضوع جديد. قبل العام ديسمبر نعم صارت بالصدفة دربت شخص هو من الحكومة حكومة أبو ظبي. كان أعتقد لأول مرة يعني أدرب شخص من الميدل إيست بهذا الموضوع. فحكينا على موضوع البيج ديتا وحكينا أنه طبعا هنا أثناء المشاركتي بالآي تي لايف العام حكيت أنه الحكومة لازم تفتح سنتر. هذا السنتر يكون للبيج ديتا. رأيت إحنا راح نتطرق للبيج ديتا هسه حاليا الديتيل. البيج ديتا طبعا كل العالم الحكومات هي عندها اكبر سورس للبيج ديتا لان هي كل الدوائر تحت الحكومه وكل الدوائر الخدميه والدوائر اللي بيها موظفين عددها كبير والدوائر اللي هي تتحكم بالانفراستراكشر مال البلد هي تحت الحكومه. طبعا هاي مو بس بالعراق هاي كل دول العالم. فهم عندهم يعني اغلب الديتا مال الدوله موجوده عندهم وهم حقهم انهم يسوون شير للديتا. طبعا هي الديتا فشي اصبحت هسه برايفسي اصبحت كل يعني كل شيء البرايفسي السكيورتي الفلوس كل شيء. فالحكومات شو تسوي؟ ما تسوي شير للديتا كلها، تسوي سنتر. هذا السنتر يبدي يعرض اجزاء من الديتا الاصليه. والديتا اللي تنعرض مثلا تجي مثلا وزاره التعليم العالي تعرض الديتا مالتها بس ما تعرض الديتا كلها، تعرض مثلا جزء بسيط من الديتا اللي عندها. مثلا ديتا بخصوص جامعات، ديتا بخصوص مدارس، ديتا بخصوص معاهد، ديتا بخصوص مثلا تعليم، ديتا بخصوص الديفلوبمنت مال المناهج الدراسيه واي 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 واي. هاي عرض هاي الديتا بهيك سنتر راح يوفر للقطاع الخاص انه يشتغل على هاي الديتا ويطور منظومات اوكي ويطور برامج. طبعا هو القطاع الخاص راح يستخدمها وهذا من حقه وهذا فالشيء كل زين. ليش؟ انه هي الحكومه اوتوماتيكيا راح تتطور، راح يدعم التطوير للحكومه اللي هي تحتاجه هو اوتوماتيكيا. اوكي بكل العالم اصبحت الحكومه بالمالتها الانوال بجت الميزانيه اوكي بالميزانيه مالتها السنويه تطلع جزء اسد للانفستمنت بالبيك ديتا، تسوي استثمار بالبيك ديتا. يعني هي اصبحت هي هاي الطريقه انه يحسن الانفراستراكشر مال الدوله. اوكي فحكيت له قلت له يعني عرضت بوقتها قلت له بس يعني ما كان اكو فد ريسبونس. فهو ايش قال لي؟ هو بالريسك مانجمنت مال حكومه ابو ظبي. فقال لي احنا بالامارات هسه الحكومه وافقت انه تسوي سنتر للبيك ديتا، واعتقد السنتر يا اما انفتح او راح ينفتح قريبا. وعدهم تطلع انه هذا السنتر يكون طبعا الفكره هاي ماخوذه من سنغافوره بالمناسبه. الفكره انه شلون نطور انه يكون مركز للميدل ايست مو بس للامارات، انه عمليه تطوير لكل شيء ما يخص البيك ديتا. اورايت سنغافوره سووا مركز بالبدايه. طبعا كان عندهم الفكره انه يكون مركز لساوث ايست اسيا هاي الدول الاسيويه هناك، بس وراها هم لانه يعني اكو يعني توجه قوي واكو دعم حكومي قوي فسووا مركز عالمي صار. يعني مثلا هسه امازون بوقت امازون من اولى الشركات اللي فتحت لها مكتب انه تسوي بحث وتطوير، مع انه هم اصلا يعني باليونايتد ستيت بامريكا هم متطورين اقوياء كلش، بس فتحت هناك ريسيرش اند ديفلوبمنت. اغلب الشركات فتحت هناك ريسيرش اند ديفلوبمنت. حسب الامارات هذا الموضوع انه اعتقد يعني راح يكون اوكي، ولكن بنفس الوقت يعني ترى العراق ومركز العراق واستراتيجيه العراق والجيوغرافي مال العراق الامكانيه عدد النسمات اللي موجودين بالعراق يعني بسهوله يقدر يفتح هذا المركز. هو مجرد فتح المركز والاعلان عنه ودعمه بشكل بسيط ودخول الشركات انه تبدي تشتغل على هاي الديتا يعني وراح يولد فد حركه وراح يولد فد تطور يعني بدون مبالغه بالدقائق راح يصير التطور بالدقائق راح يصير الشغل. احنا طبعا ما نلوم احد، يعني ارجع واقول ترى هو موضوع جديد عالميا، ولكن احنا بس نحتاج انه يعني الليد
ونحتاج انه مثلا الاويرنس انه تكون الامور واضحه، وترى احنا ترى هذا الموضوع مهم لازم نبي نشتغل عليه هسه. الموضوع اصلا بجانب مادي، بجانب اقتصادي، بجانب علمي، تطور، يعني الدوله تكون سباقه بهذا الموضوع مقارنه بالبقيه. Alright. Anyway, هسه هذا السلايد هو السالري مال الداتا ساينتست كجونيور، هذول اللي هم الفريش، هاي بالسنه. طبعا احنا شفنا هسه قبل شوي بالامارات شفنا انه فشي هيك رقم، اعتقد الى فشي 132 اللي هم يعني السينيور. اوكي، والمستقبلا بال 2026 احنا راح يكون عندنا 11 مليون ونص جوب اوبورتونيتي. هذا انا ذكرته بالاي تي لايف، 11 ونص جوب اوبورتونيتي، 11 مليون فارز 5 جوب اوبورتونيتي بهذا المجال، الناس اللي تشتغل بالديتا. اوكي، احنا نسمي الديتا از نيو اويل، ونسمي الاي اي از ذا نيو الكتريسيتي. هسه راح تسالني شلون الاي اي نيو الكتريسيتي، ان شاء الله راح نناقشها قريبا، راح نحكي على الاندستري ريفوليوشن 5.0. اوكي، طيب هسه احنا عرفنا عرفنا الداتا ساينس والداتا ساينس والجوب ديماند، وعرفنا يعني هوايه امور كدراسه وكتطوير مهارات. طيب احنا هذا شغلنا كله بالديتا، ويا ديتا اللي هي البيج ديتا. طيب هي شنو هي البيج ديتا؟ طبعا اي تعريف ثابت للبيج ديتا هو ماكو، او مثلا يجي مثلا شخص يقول مثلا يا بالبيج ديتا هي عباره عن كذا رقم من الديتا، ايضا ماكو. البيج ديتا هي عباره عن الديتا اللي احنا نسوي لها جنريشن، او يسوي لها جنريشن الماشينز. الماشينز يعني مثلا هاي المصانع، المعامل، حتى الشركات اللي هي مثلا عندها اي كوميرس، اللي عندها برودكتس، اللي عندها خدمات، هاي تسوي جنريشن للديتا. هاي الديتا اللي احنا تسوي لها جنريشن احنا لازم نستخدم في التكنولوجي، هاي التكنولوجي حتى تسيطر على هاي الديتا، تسيف هاي الديتا، تسوي لها ستراكتشرد، تخليها يعني تخليها تكون بروز اند كولومز. اوكي، على ما نقدر نطلع من عندها مفاهيم، وهاي المفاهيم تتحول الى فاليو، والفاليو قد يكون هو فلوس او قد يكون هي خدمات. طيب هذا يعني الداتا اللي احنا هسه نسوي لها جنريشن. بس هو شنو البيج داتا؟ يا هي اوكي هسه انا عندي داتا اقدر اقول عليها هي هاي بيج داتا لو لا؟ طبعا النقاشات الموجوده اونلاين، والكتب، والكتاب اللي قبل شويه قلت لكم عليه اللي هو من المؤلف الاكاديمي، يقول بالكتاب مالته، يقول البيج داتا هي الداتا اللي هي بها هاي الفاكتس، الحقائق. اوكي، فوليوم، فيلوسيتي، والفرايتي. واذا تدور اونلاين اكو ناس تقول هي بها 10 من هاي الحقائق، هي يسموها 10 فيز. اوكي، اكو 6 فيز، واكو 4 فيز. اي بي ام مثلا بالكورس اللي قلت لكم عليه يقول لك، يقولون البيج داتا هي الداتا اللي بها هاي الفايف فيز. راح نشرح هاي الفايف فيز، وبنفس الوقت راح اشرح لك شنو المعنى الحقيقي للبيج داتا من خلال اني استخدامي لها، مو بس من خلال الكورسات، هذا الكورس اللي يعني امرن الناس عليه، لا، من خلال يعني كشغل على البيج داتا. اورايت، الفيلوسيتي، اذا انت عندك داتا تتجمع بشكل كبير بوقت قصير، هاي معناها البيج داتا، هاي معناها الداتا اللي عندك هي تعتبر بيج داتا. اوكي، اذا حجم الداتا اللي موجود عندك اللي هو الفوليوم، اذا حجم الداتا السكيل مال الداتا دا يزيد كلش هوايه، يعني يحتاج لك الى هارد ديسك اكبر حتى تسيفها للداتا، هاي معناها بيج داتا. الفرايتي اللي هي الفورمات مال الداتا، واللي هي الداتا هل هي رو داتا لو داتا موجوده بسطور واعمده. اذا عندك هيك داتا هاي معناها بيج داتا. الفيراسيتي، الداتا اللي عندك كلها تعتبر داتا جيده لو يحتاج لها الى عمليه فلتره. ولذلك احنا هسه عندنا تيرم جديد يجي ويا البيج داتا، احنا نسميه الجود داتا،
الجود داتا هي بارت اوف ذا بيج داتا. ليش؟ لانه احنا دائما نمسح، دائما اكو داتا احنا ما نحتاجها، او داتا هي مو ريليتد اللي احنا شغلنا فتمسحها. فمو كل الداتا اللي موجوده عندنا هي جود داتا. اوكي، then الفاليو هاي الداتا اللي عندنا نقدر نحولها قلنا الى فلوس او نحولها الى خدمات. طبعا هاي المفاهيم الخمسه هسه اقدر انا اطبقها على الداتا اللي عندي بلابتوبي، واللي هي عباره عن يعني مو داتا شغل، داتا اللي عندي انا كمستخدم، مثلا صوري، فيديوهاتي، انا يعجبني استخدم الفوتوشوب والالستريتر، عندي هوايه مثلا تصاميم ومسويها اني، هواية عندي مثلا معلومات على الكورسات اللي انطيها، على مثلا كتب اللي اقراها. هاي الخمسه تطبق عليها البيك داتا. اورايت مستر حكيم، المفروض كلش خوش سؤال، يعني اذا مثلا احنا نحتاج بس واحد من هاي المفاهيم على مود نقول هي هاي بيك داتا، يعني لازم خمستهم. طبعا لازم خمستهم، ولكن مثل ما قلت هسه احنا يعني كمستخدمين كل الداتا اللي عندنا نقدر نقول عليها بيك داتا. عندنا مثلا الفرايتي الفورمات، عندنا اشكال انواع فورمات موجوده بال مالتنا الجهاز. مثلا الفوليوم احنا دائما نحاول نزيد الكاباسيتي مال الهارد ديسك، صح؟ وايضا انت راح تسال، راح تقول اوكي زين، ليش ما نروح على 10؟ ليش ما نروح على بس الثلاثه؟ ليش ما نروح على بس الاربعه؟ يعني بعدها الامور مو كلش واضحه على البيك داتا. انا بدي اختصر لك الوضع، وانا بدي يكون عندك مفهوم كلش صريح وسهل على البيك داتا. البيك داتا هي الداتا اللي انت ما تقدر تتحكم بيها بالاكسل شيت. هاي يعني هذا اسهل شيء على ما تفتهم البيك داتا. الاكسل شيت انا طبعا يعني ما اتذكر صراحه، بس حسب ما قريت الى سنه 2003 مايكروسوفت كانت يعني الابديت، اخر ابديت مال الاكسل شيت كان 65000 سطر. تقدر بالاكسل شيت تخلي 65000 سطر. حاليا رغم انه يعني من النادر ان نستخدم الاكسل شيت، حاليا حسب ما هي مايكروسوفت اخر ابديت انه الاكسل شيت يقدر يتحمل 1,024,000 سطر. اوكي، اذا الداتا اللي عندك هي اكثر من 1,024,000 سطر، اذا هاي الداتا اللي عندك هي اوتوماتيكلي ترى هي هاي بيك داتا. اي داتا الاكسل شيت ما يقدر يتحكم بها، يعني we say we cannot handle the data that we have by the excel sheet, then this data is considered as the big data. اوكي، فهي اولا انه الداتا عدد الداتا عدد السطور الروز هي اكثر من 1,024,000، او احتمال الداتا اللي عندك هي اقل من 1,024,000، تقدر تقراها او تباوعها بالاكسل شيت، ولكن المشاكل اللي تريد تحلها ما تنحل بالاكسل شيت، تحتاج الى لغه برمجه، تحتاج الى ماشين ليرنينج الجوريثمز، تحتاج الى مثلا داتا اناليتكس، تحتاج الى مثلا باور بي اي و و و و. اذا هاي الداتا تعتبر بيك داتا. هاي عاوز تسهل الامور، تخلي مفهوم البيك داتا واضح. اوكي، هاي طبعا هاي الداتا اللي احنا يعني بدنا نقول عليها، واللي هي ما نقدر انه نستخدمها بالاكسل شيت، الاكسل شيت كانوت هاندل ات ديفينتلي، هي بيها هاي المفاهيم الخمسة ولا العشرة ولا الثلاثة ولا أي شيء. أوكي، هاي هنا أنا الشرح لكل واحد، توقع it's okay. طيب أنا هحاول أعبر هذا الفيديو والوراء تقدرون تشوفون، من أنه الوقت صارت بالعشرة المفروض أن نتوقف هذا، نسمع للأسئلة، ولكن خلينا نحاول أنه نستغل الوقت ونوصل لكم أكثر معلومات. هذا الفيديو أنه يشتغل على البزنس، أنه شون البيك داتا والداتا ساينس بدأوا يطورون البزنس ويحسنون البزنس، وأيضا هنا نقول شلون البيك داتا والداتا ساينس يساعد على أنه تسيف لايفز. مثلا إحنا عندنا تطور كلش كبير أصبح هسه بالداتا ساينس بالمجال الطبي، alright، وأصبح يعني إلها يعني دور كبير، وأصبح عليها أيضا طلب كبير أنه شلون نستخدم التولز اللي عندنا بالمجال الطبي. طبعا التولز اللي عندنا نستخدمها بالمجال الطبي، إحنا ما نجي نبدل الدكاترة
بالأجهزة اللي هي تعتمد على الـ AI الذكاء الصناعي. لا، احنا نحاول انه نسهل الأمور لهم، نحاول انه نحسن النتائج، نحاول انه نوصل لهم تقارير وتحليلات أدق وأصح، وهو الطبيب بالأخير يجي يتخذ القرار الأخير. طبعا انا من كنت اسوي مالتي البي اتش دي كانت على الصوره الطبيه، وصراحه يعني كنت ما مرغوب بي من اروح للمستشفى، يعني ضليت تقريبا سنه اروح للمستشفيات احاول انها احصل صور طبيه، يعني اكو مثلا بس يريدني اروح، اكو مثلا ما يستقبلني اصلا، ما يفتح لي يعني الموضوع مثلا من يشوف انه اني دا اسوي هيجي واني راح استخدم تولز، استخدم المشين وراح اسوي هي هاي المشين راح تخلي تسوي الديسكريبشن مال الصور، فيا اما يقول لك هذا ترى ما راح يدبرها وهذا راح يخربط علينا الشغل، لا يقول لك هذا راح ياخذ شغلنا وراح نضل بلا شغل، مثل ما هسه يعني اغلب المفاهيم اللي موجوده انه يقول لك الاي اي راح يخليني اني without a job. هي بصراحه اي عمل روتيني، اي عمل ينعاد نفسه اثناء اليوم، الاي اي أكيد راح يأخذ دوره بي، يعني أكيد هذا العمل، أي عمل أنت تسويه أثناء يومية عيدة نفسه، اتوقع يوم من الأيام يجي AI والAI tools راح تأخذ هذا العمل وهي تبدي تسوي، لأنه الAI كل السهل أصبح حاليا يتعلم من الشيء اللي ينعاد دائما، يتعلم من عنده ويقدر يطلع نتائج أفضل من البشر. ولكن بنفس الوقت الAI والData Science راح يوفر فرص عمل أكثر بهواية من فرص العمل اللي هي أصبحت أبسوليت. Alright. قبل شوية قلنا أنه 11 مليون فارزة خمسة فرصة عمل راح يكون بسنة 2026 بهذا المجال. طبعا هذا التقرير اعتمد على التقرير السنة الماضية، يعني أتوقع السنة هذا راح يكون أكثر. إحنا عندنا مستقبلا عندنا الميتافيرس راح يدخل بشكل كبير بحياتنا اليومية وراح يوفر فرص عمل همنا مهولة. فهي العملية انه بس انه لازم احنا دائما نطور نفسنا. طبعا هنا من وراء البانديميك واغلب الدول الآسيوية طلع عندهم هذا يقول لك انت لانه انت بالكمفورت زون ولذلك انت هسه اوت اوف جوب. الكمفورت زون انه هذا الشخص اللي مثلا يقول لك اوكي انا اروح اسوي شغل اللي اقدر عليه وهو يعني at the end of the day I'm going to get my salary. لكن ثانية أوكي نهاية الشهر يعني راتبي نازل وهي علشان أدوخ نفسي. بينما هو هذا الشخص ورا فترة هاي الأمور أوكي بالبداية تمشي، بس ورا فترة يحس نفسه هو أيضا يعني بعد الشركة أو المكان اللي هو ده يشتغل به بعد ما يحتاجه كلش عادي يبطله. ولذلك من جت البانديميك والشركات شوية البزنس مالتها شيكينج، أول شيء سوى ده قال لك أوكي يعني يبطلهم لهذول كلهم. ولذلك احنا بينما مثلا الامور هاي مثلا شغلات الديتا ساينس والبيك داتا وحتى الماركتينج والويب ديفلوبمنت والهذي اصبح عليها ديماند كلش عالي لانه اصبحنا نحتاجها لانه كلها شغلات اونلاين. اورايت طبعا هي طبعا البانديميك هم هاي التكنولوجيا هسه اللي احنا بيها سرعتها. احنا المفروض هاي مثلا التكنولوجيا اللي احنا نسولف بيها المفروض ان احنا نكون بيها بعد فات 5 سنين او 10 سنين، بس البانديميك اللي جتي سرعت انه احنا نستخدم هاي التكنولوجي. Alright. يعني ما اخذ هنا بس امثله اثنين انه شلون استخدام الديتا ساينس بالمجال الطبي واستخدام الديتا ساينس انه يسوي بريدكشن، يسوي تنبؤ مثلا بالزلازل، بالفيضانات، بالبراكين، بالجو، بهواية امور. اوكي okay. طبعا اكو فيديو على هذا الموضوع انا راح اخليه يعني ليتر اون تطلعوا عليه. وهذا يعني فشي بسيط هنا على انهم شنو يسوي الديتا ساينس ان سيفينج لايفز. شفنا مثلا عندنا الديتا مايننج وعندنا الديتا موديلنج وعندنا الستاتستكس وعندنا المشين ليرنينج، كل هاي التكنولوجيز تشتغل على الريبورتس مال البيشنتس اللي هم الاشخاص المرضى اوكي، وتسوي تحليل كامل للمريض والريبورت الاخير يكون ريبورت اكثر دقه، لانه هذا الريبورت راح يكون كله باي هاي تكنولوجي باي هاي الماشينز، مو ريبورت داخل عليه الهيومن انتراكشن يعني الناس اللي هم مسوي يدويا دائما يكون معرض الى 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 خطا. بينما من عندنا ماشينز وعندنا هاي التكنيكالز يعني هاي التولز
هي راح تشتغل 0-1. إذا هي متعلمة صح راح تجي تطبق صح، ما راح تقبل غلط. أوكي، والطبيب آخر شيء هو اللي يتخذ القرار. فيعني إذا كل الأطباء ترى لا ما راح يأخذ يعني يأخذ شغلكم، بينما راح يحاول أنه يحسن من الشغل. لكن أكو طلاب هنا في ماليزيا اشتغلوا أيضا بالمجال الطبي، طلاب دكتوراه، سووا شغل أنه يسوي يعني أوتوميشن للعلاج مال السرطان. علاج السرطان هو مو يأخذ العلاجات، فهاي العلاجات راح تكون إلها دوز معين، كمية معينة صح. فيبدي يسووا أنه الكمبيوتر يبدي على حجم الورم يطلع له الكمية العلاج المضبوطة اللي مفروض يأخذها المريض، ويسوي أناليسز دورية. مثلا كل ما المريض يجي يسوي فحوصات وتحاليل ويأخذون أشعات للورم، هذا الموديل يحللها ويبدي على أساس يعني زيادة حجم الورم أو نقصانه يبدي يحدد الدوز مال الدواء. طبعا كان كلش ناجح، وكان كلش يعني نتائج جيدة جدا. ويعني موجود هواية هسه في المجال الطبي، يعني بس إن شاء الله أشوفكم بالاستعدادات الأخرى. أكو تطور كبير بمجال الديتا ساينس والمجال الطبي، خصوصا من وراء الجائحة البانديميك صار أكو طلب أكثر. فيعني خصم الحكي إحنا من نقول على الديتا، إذا الكومباني أو إذا أنت صاحب البزنس أو حضرتك يعني ما كنت تجمع الديتا، فهي يعتبر أحسن وقت تبدي تجمع الديتا، collect the data، archive the data يعني سيبها للديتا، ولا تخلي تكون overwrite. مثلا لا سيب ديتا فوق الديتا بحيث الديتا القديمة تنمسح تروح، لا خليها كلها، لأنه كل الديتا اللي موجودة حتى القديمة هي مفيدة أنه تطلع مفاهيم أحسن على تطلع شلون تطور البزنس. الديتا cleaning اللي هي الشغل مال الديتا، الديتا analyst أنه تطلع الديتا اللي مرغوب بيها، تحسن الفاليوز، وطبعاً كل الأمور اللي راح نسوي راح نطبقها عملياً لاحقاً. وراح توصل مرحلة تسوي ديتا أناليسيس، وراح تزيد الديتا وكمية الديتا، بعد واحد ما يقدر يسوي لها هاندل مانيولي، فإحنا نحتاج إلى أنه نعين أو نحتاج المساعدة الديتا ساينتس. أوكي؟ طيب، قبل شوية شفنا الديتا مايننج. Alright. دائما بهذا الموضوع نسأل انه زين احنا نتناقش على الديتا ساينس، شنو علاقه الديتا مايننج؟ طبعا الديتا مايننج بالمناسبه ايضا تطلع انسايتس من الديتا. اوكي، الديتا مايننج اول شيء يسوي انه شنو الجول، يسوي سلكت الديتا، بروسيس الديتا، يعني شويه بسطها للديتا، قسم من التحويلات احيانا نسويها، ستورينج ذا ديتا، وراها يسوي مايننج ذا ديتا، وراها يسوي ايفالويشن للريزلت. طيب شنو علاقة الديتا مايننج بالديتا ساينس؟ يعني أنا كمستخدم، يعني أنا ما أريد أدخل بالتفاصيل، التفاصيل قد تكون العلمية والتفاصيل الأكاديمية، ولكن أنا هسه كمستخدم خلينا نقول راح أقول أنا عندي بالبداية ديتا بيس، وراها عندي ديتا مايننج، وراها عندي هسه ديتا ساينس. أو خلينا نقول الديتا ساينس شلون هي المودة هسه، خلينا نقول إحنا دائما نقول هي the trend now. اوكي، بدينا بالديتابيس، وراها تطورنا للديتا مايننج، وراها هسه احنا بالديتا ساينس. الديتابيس هو لما احنا عندنا اي ديتا ونريد نخليها روز اند كولمز، كنا كلش عادي نخليها باكسل شيت. اوكي، وراها الديتا زادت فنريد نطلع من عندها علاقات. اوكي، فيسموها مايننج ذا ديتا. وكان طبعا ابسط مثال حتى من درسنا بالماجستير، درسنا الديتا مايننج، كنا انه سوبر ماركت قام يحلل الديتا اللي عنده، شاف مثلا من يبيع شوكولاته يبيع طماطم. طبعا هي ماكو علاقه، بس هي جزء المنطقه اللي هو بيها، الناس هناك كل شهر تشتري شوكولاته وتشتري التوميتو. Alright. هاي يسموها مايننج ذا ديتا، هي يطلع علاقات بحيث هذا ابو السوبر ماركت يقوم اوكي يركز على هاي الايتيمز، يقول لك يا باي هاي الايتيمز مطلوبه عندي، اركز عليها حتى احسن البزنس. وطبعا هاي كانت اغلبها هي بالاكسل شيت. حاليا احنا هسه قلنا البيج ديتا هي انت ما تقدر تستخدم الاكسل شيت، فولذلك اذا نستخدم هسه الديتا ساينس. الديتا ساينس هي تحل مشاكل اكثر كومبلكس، اكثر تعقيدا من الديتا مايننج.
تشتغل على داتا أكبر من الداتا اللي تشتغل عليها الداتا مايننج. كلش عادي أنه الداتا مايننج تقدر تشتغل على يعني الداتا اللي هي that we can handle it by the Excel sheet، بينما الداتا ساينس هي تشتغل على أي داتا موجودة مهما يكون حجمها. أوكي، فهذا العلاقة بين الداتا ساينس والداتا مايننج. وأحد الكتب ذكر أنه الداتا مايننج هي هاي ستيب من ضمن الستيبس مال الداتا الداتا ساينس، يعني أو يكون هي خلينا نقول الداتا مايننج هي part of the data science. Alright. طيب إحنا ما دام حكينا هسه على ال حكينا على ال الداتا وحجم الداتا والداتا إيش كبيرة، يعني يبدو أنه إحنا ما راح نقدر أن يعني نسيف الداتا بمالتنا اللوكال ماشين، وهذا طبعاً فشيء كلش عادي. إنها مثلاً الداتا بدنا نشتغل عليها صعب إنه نخزنها بمالتنا اللابتوب أو الديسكتوب، أو مثلاً حتى صعب إنه نخليها على الاكسترنال هارد ديسك. أوكي، أو أحيانا مثلاً نشتري أكثر من الاكسترنال هارد ديسك، أو نشتري اكسترنال هارد ديسك أكبر، أو حتى هسه مثلاً قاموا يبيعون سيرفرات صغيرة مثلاً تجي حجمها 30 تيرا بايت، 20 تيرا بايت، 12 تيرا بايت، وتقدر تربطها على الإنترنت وتقدر تبدي تسوي باك أب وتقدر تسوي يعني بعض الأمور. يعني هي هاي كلها أوكي نقدر نسويها، وخلنا نفرض أنه الداتا قدرنا نخزنها على على هاي مالتنا الانفراستراكشر الموجودة، ولكن عملية البروسيسنج يعني استخدام الألغوريثم وتحليل هاي الداتا راح يأخذ وقت طويل. ليش؟ أنه داتا كبيرة وألغوريثم، وأكيد الماشين مالتنا مهما يكون متطور يعني هم راح يأخذ وقت أنه يحلل لنا هاي الداتا. فعندنا هسه إحنا هاي المشكلة. المشكلة الأخرى الليميتيشن الآخر أنه إذا هذا مالتنا الهارد ديسك ضاع أو خرب أو مثلاً نسيناه بمكان، هاي معناها الداتا كلها راحت. أو حتى مالتنا البيرسونال ماشين يجوز مثلاً يجوز كلش عادي يجوز تعطل، يجوز يصير بيها في المشكلة الهارد ديسك يوقف، هذا شيء جداً طبيعي. فهاي معناها الداتا كلها راحت، ولذلك إحنا هسه نقول الكلاود it is the godsend for data scientists. يعني هي فشي شلون رب العالمين دزلنا اياه هو الكلاود للعاملين بهذا المجال. ليش؟ لانه الكلاود تقدر تخزن الداتا على الكلاود وتقدر تسوي كل التحليلات اللي تحتاجها وكل النتائج اللي تحتاجها باستخدام الكلاود. الكلاود يوفر لك ايضا حتى المشين، ويوفر لك حتى ايضا التول اللي تحتاجها، يوفر لك كل اللغات البرمجة، ويوفر لك كل الاناليتكس والفيجواليزيشن تول حتى تشتغل على الداتا. فراح يصير مالتنا اللابتوب او الديسكتوب مجرد انه هي فد اداه بس تربطنا بالكلاود، تربطنا يعني احنا ما نسوي اي شيء على الديفايس مالتنا، كل شيء مربوط كل شيء على الكلاود، فنستخدم الديفايس مالتنا بس تو كونكت تو ذا كلاود. اوكي، طبعا من احنا من ندخل من نحشي على الكلاود، الكلاود راح يكون عندنا مثلا طبعا جوجل كلاود، جوجل كلاود بلاتفورم، عندنا السبارك اباتشي، عندنا الاي دبليو اس واللي باي امازون، عندنا الاي بي ام كلاود، عندنا الهدوب، طبعا اكثر كل شوي اكو علي بابا، اكو بلو اوشن، اكو تقريبا اكثر من 20 بروفايدر هسه حاليا للكلاود، وهم طبعا يعني من الممتازين. وبالمستقبل احنا راح نشوف اكو اكثر اكيد راح تظهر. انا من خلال استخدامي اعتقد الجوجل كلاود بلاتفورم هو هسه ارخصهم، طبعا هو يعني كسيرفيس هو ممتاز، بس ككوست هو يعتبر يعني the cheapest one. اغلى اكثر واحد expensive هو الاي دبليو اس، لكن الافشنسي مالته عالي، قد يكون هو شويه كومبلكس بالاستخدام، بس يعني مالته الافشنسي اعلى من جوجل، ولكن جوجل ابدا 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 يعني ما بي عيوب. طيب ماشي، تحبون ناخذ استراحة لو نكمل؟ احنا اليوم الوقت شوية ما سيطرنا عليه، بس يعني ان شاء الله باكر اذا نكمل يعني الى ساعة بالستة توقيت بغداد، يعني بعد لنا 3/4 ساعة نقدر ناخذ استراحة ربع ساعة ونكمل آخر نص ساعة، ونقدر نتوقف للأسئلة مال حضراتكم.
أنا ما أعتقد راح نقدر نكمل هذا الشابتر اليوم، نكمل إن شاء الله باكر. المحاضرات راح تكون يوم جمعة وسبت إن شاء الله، يوم جمعة من 2 للـ 6 بتوقيت بغداد، ويوم السبت من 10 أي من 10 للـ 2 بتوقيت بغداد. الله يوفق الجميع، شكرا جزيلا، ممنون. والله المادة هي يعني هسه راح تشوفين اختي لاحقا يعني راح يكون اغلبها براكتس، يعني ف يعني البراكتس احنا لازم نكون سوا، يعني ما اعتقد مجدية اذا انزلها قبل المحاضرة، ولكن يعني اوكي ممكن انه نسوي شير للسلايدز. وبيكم اكثر، انا ممنون، سعيد والله بتواجدكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي الدكتور. طبعا عاشت الأيادي، بارك الله بيك، يعني مستمتعين جدا بالمحاضرة. الله فقط يخليك. طلب بسيط يعني من حضرتك إذا تسمح، بما أنه اليوم نعم أول نعم يوم يعني، وإحنا يعني خلينا نقول أغلبية الناس يعني دخلوا وطلعوا، ممكن نتوقف الآن هسه أغلبية الأسئلة حضرتك يعني جاوبت عليها أثناء طرح الأسئلة، وباشر إن شاء الله نستأنف ونكمل من حيث توقفنا إذا تحب يعني. طبعا اوكي ممكن، يعني احنا ما صار عندنا احنا ريست ثاني، وهسه اذا اخذنا ربع ساعه ريست همين وراها يعني تقريبا احنا بعد نص ساعه يمكن الاذان، بس عندنا اذان المغرب هنا، فهمين الاغلبيه راح يكون يعني يعني خلينا نقول ايزي ستارت، نبدا يعني لحد الان ان شاء الله الامور اوكي تمام، ممكن نتوقف ونستأنف باشر ان شاء الله اذا تحب. اوكي تمام خلاص، صحيح فقط بيرفكت. يعني بننطي يعني انديكيشن او نوت للناس الموجودين انه باكر ان شاء الله راح تكون الساعه 10 الصبح توقيت العراق ان شاء الله 10 الى 2. اذا تحب يعني تختم بي يعني وبعد يمك يعني، اذا تحب عندك ملاحظات اضافيه او غيرها يعني فقط ختاميه لمحاضره اليوم، فبعد براحتك يعني. والله يعني كل شيء تمام بالنسبه لي، لاحقا ان شاء الله اسوي شير السلايدات على التليجرام، وإذا تمام. أكو أي أحد عنده سؤال أنا يعني باقي أجاوب على الأسئلة، وإذا لا حتى نسد ال يعني نسد الزوم. نعم تمام. نعم المحاضرات كلها مسجلة وإن شاء الله راح تنشر. خلي أشوف يا دكتور مصطفى شلون راح ننشر المحاضرات. اللي عنده سؤال خليه يتفضل، أنا جاهز، ويعني اللي كل شيء تمام إن شاء الله إحنا باكر ملتقانا هم الساعة 10 للـ 2 بتوقيت بغداد، أيضا على نفس اللينك مال الزوم. والله الخوارزميات احنا اللي راح نتعلمها سوا هي السبورت فيكتور ماشين، كي نيرست نايبر، ديسيشن تري، الكي مينز، الهيراركيكال، الدنسيتي بيس سكان، هاي اللي انا ببالي، وخلينا نشوف اذا مثلا نقدر مثلا ناخذ اكثر ناخذ. ايميالي هو موجود بالسلايد بهذا الايميل، ممكن أرسل على التليجرام أفضل.